العراقيين الناس ما عافتني صراحة، يعني منطقتي وأهلي وناسي وربعي أوجه لهم تحية طيبة من قناتكم الكريمة. ثانيا أنه قضيتي يعني هي شوفي إهمال، إهمال ابتدى من أبويا، أو خلينا نقول ظروف أو واقع فرض نفسه أو الثقافة العراقية نوعا ما للأسف، واقع يعني واقع فرض نفسه علي، واقع فرض نفسه علي، فالرجل ما قدر يطلع لي اياها. هو بكل الاحوال الرجل توفى، الله يرحمه، الله يرحمه، العمر لك ان شاء الله، الله يسلمك. عمري 4 سنوات وتوفى ابوي. عمامي صراحه نحكيها حتى الكل يعرف، عمامي كانت عندهم مشاكل عائليه ويا والدتي، عافوا القضيه، عافوا يعني البغداد، كان رفض لزواجهم. نعم. لوالدك ووالدتك. نعم. الله يرحمه. بالضبط بالضبط. عافوا القضية، يدرون بياني بغداد وأبويا عافني وأنا طفل عمري 4 سنوات. عافوا القضية من 2001 لحد 2010، وإحنا كلنا نعرف إن الظروف اللي مر بها العراق من 2003 إلى 2010 تقريبا. صحيح. كلنا نعرف، كلنا عشنا هذا الشيء، وأنا واحد من الناس عشته. فبال 2010 توفت والدتي، قبل لا تتوفى بسنة، حتى أكون صريح وواقعي، قبل لا تتوفى بسنة والدتي الله يرحمها مشت بالقضية. أتذكر أنا صغير، بس أتذكر أنه مشت بالقضية مالتي، فواجهت نفس المطب اللي أنا واجهته من بعدها، ولازلت اليوم أواجهه، أنه القانون ينص على أنه لازم يجتمعون أطراف الخصومة. أكيد. عمامي وطرف أمي، كانت بوقتها والدتي حية يعني. نعم. ترزق، فأمي وعمامي حتى يثبتون الزوجية ويثبتون النسب، الدي إن إي. هو القضية كلها مرتبطة بالدي إن إي. أكيد. أي، فبوقتها رادوا مني من أمي عمامي، قالت لهم أنا ما أقدر، يعني أنا خلينا نكون واقعيين، يعني أمي من السماوة وهم بالأنبار، فالمنطقة ساخنة كانت والكل يعرف، فظروف 2009 مو مثل ظروف هسه. أكيد. ما تقدر يعني تعبر لهذه الصفحة، وهي مرة، احنا كلنا ندري المرأة العراقية بالمجتمع خصوصا المناطق الشعبية لا حول ولا قوة. 100%. مو